سامحونا أن ندخل في حوار معكم في هذا الموضوع. ما الفرق بين الدعوة؟ أولاً هل هناك فرق؟ إيش الدعوة؟ وإيش الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ القرآن الكريم لاحظوا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول أهل اللغة والتفسير إن العطف يقتضي التغاير. دخل زيد وعلي، يعني زيد غير عن علي، فإذا عطفت أشياء بعضها على بعض معنى أن كل واحد من هذه الأشياء المتعاطفة مختلفة عن الأخرى، كل واحد مختلف عن الآخر. إلا في حالات يسمونه مثلا عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام. دخل الطلبة وزيد، وزيد من الطلبة، هذا يسمى عطف الخاص على العام. أحيانا على العكس، العكس أحيانا عطف العام على الخاص، دخل زيد والطلبة. فإذا كان زيد من الطلبة يسمى عطف العام على الخاص، لكن الأصل في العطف التغاير. إذن هناك الدعوة إلى الله، هناك الأمر المعروف، هناك النهي عن المنكر. ما الفرق؟ طبعا شيء فرق، ما يحتاج الجواب هل شيء ولا ما شيء، شيء فرق بالتأكيد، لكن بينهما نقاط لقاء وبينهما نقاط افتراق. لعل الدعوة بيانية لقائية، الدعوة بيانية وقائية بالواو، الدعوة بيانية وقائية يعني تكون قبل حدوث المنكر، وبيانية فيها توضيح يعني باللسان. جميل. والأمر المعروف علاج لي، والله لو شيء 100 ريال أعطيك إياها الحين، لكن ماشي للأسف، وحتى لو شيء صعب تراه. إذن الأمر المعروف علاج لشيء واقع. حلو. والدعوة تكون قبل، كمل، تكون قبل بس وتكون بعد. ممتاز. وتكون ضمنية. طيب الآن لا ندخل في التفاصيل. إذن قال ذكرني بالاسم الكريم، سعيد الشيذاني، من سماء ولا من نزوة؟ من المضيبي. يقول الدعوة قبلية وبعدية، لا تكون أثناء وقوع المنكر. إذا كان هناك منكر واقع إذن التعامل معه يعد أمرا بمعروف ونهي عن المنكر. ماذا بد حد؟ تفضل أستاذي. الدعوة بدون سبب يعني هي أمر فرضه الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يكون هناك أسباب ليقوم بالدعوة. يعني ليس شرطا، ليس بالضرورة أن يكون هناك شيء واقع، وإنما هو منهج إرشادي أحيانا ترشد حتى الإنسان الصالح. ما لازم. جميل، هذا تفريق ممتاز، أن الدعوة في العادة تقال حتى الإنسان صاحب التقوى، من باب التذكير، من باب التنبيه، من باب الوقاية كما ذكر سعيد. ممتاز، هذه فوارق جيدة. شيء كلام يا أستاذ يوسف؟ الأمر فيه شيء من الإلزام. ممتاز. الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه شيء من الإلزام إلى حد ما، هذا الكلام سليم. طيب يا إخوة، كلام كله صحيح. الدعوة خفيفة، الأمر المعروف قوي، مثل ما قال يوسف، الدعوة خفيفة وهذه ثقيلة، الأمر المعروف فيه نوع من الإلزام. شوف يا إخوة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بما بدأ الحديث؟ التغيير بويش؟ باليد. إيش يعني التغيير باليد؟ بالفعل، بالقوة. اليد ليس المراد باليد الجارحة، وإنما المراد باليد السلطة والقوة والنفوذ. لأن اليد أحيانا الوزير يوقع باليد توقيعا، أو المسؤول يوقع، هذا تغيير، يعني هو قلم، والقلم أحد اللسانين، لكنه لا يباشر. هل يعتبر هذا تغييرا باليد ولا باللسان؟ توقيع الوزير باليد، لكن ليس المقصود باليد أن اليد تحركت،
المقصود أنه ذو سلطة وقوة. طيب الآن الحديث بدأ بالتغيير بالفعل ثم بالقول ثم بالقلب. طبعا التغيير بالقلب ليس تغييرا، المنكر لا يتغير. هل يتغير المنكر إذا تغيرت قلوبنا تجاهه؟ لا، لكن المعنى أن هناك تغييرا داخليا للمنكر، يعني الفرح بالمنكر منكر، الرضا بالمنكر منكر. فالتغيير بالقلب ليس تغييرا، وإنما هو سلوك خاص بالإنسان.